صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. صباح يوم جديد ويوم بنقول فيه ربنا يستر على اللي هيحصل لو الجيش ما تعاونش او ما حصلش ان هم حصل بينهم حوار وما بين الثوار. النهارده اكيد هيكون معانا فقرات كتير جدا ليها علاقه بالاحداث المتلاحقه في البلد واللي بيحصل طبعا واللي حصل امبارح. يوم كان يوم كئيب على راي ناس كتير جدا. هنتكلم فيه من خلاله هنتكلم فيه من خلال فقرات كتير جدا. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا ساره. صباح الخير يا اشرف. اتفضلي. يمكن النهارده اليوم الرابع على الاحداث المؤسفه اللي بدات مع فضل الاعتصام التحرير بالقوه. الامر طبعا اللي ادى لما يكون في اشتباكات ما بين الشرطه وما بين المتظاهرين لحد دلوقتي. عايز اقول لحضراتكم ان لحد دلوقتي في 24 قتيل وحوالي 2000 مصاب. يمكن النهارده في مليونيه دعت ليها كل القوى السياسيه ودعا ليها كمان كل الناس لانقاذ الثوره. غير كده كمان في يمكن اكتر من طلب هنناقشه من الطلبات للمليونيه النهارده. وعندنا النهارده يمكن فقره مع استاذ ايمن الصياد رئيس تحرير مجله وجهات نظر عشان نناقش الوضع الراهن اللي بتمر بيه مصر. صباح الخير دينا. صباح الخير ساره. صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركم دايما سعيد. شامم ريحه ثوره تانيه، شامم ريحه 25 يناير تاني. واضح ان احنا ما بنتعلمش. يعني ايه ما بنتعلمش؟ يعني رجعنا تاني برضو بنضرب في الثوار، بنموت في المعتصمين، وزاد عليها ان احنا اللي بيموت بنرميه في الزبالة. وحضراتكم اكيد شفتوا المشاهد دي في اي حتة على القنوات او على اليوتيوب او على فيسبوك او على اي مكان. واضح ان احنا ما بنتعلمش من انه قبل ثورة 25 يناير كان ناس بتحكمنا فوق 80 سنة. واضح ان بعد 25 يناير ما زال في ناس فوق 80 سنة. شعبنا تلت ارباعه شباب. شعبنا عايز قرارات سريعة. شعبنا محتاج روح جديدة. مش محتاجين لبطء في القرارات. بطء في اتخاذ القرار، بطء في ان احنا نفكر هناخد انهي قرار، ده ولا ده. محتاجين سرعة في ان احنا نطلع ببلدنا لقدام، مش نفضل بنفكر بنفس المستوى بنفس الطريقة اللي كنا بنفكر بيها وبنفس البطء اللي احنا كنا بنقوم بيه قبل 25 يناير. يمكن زي ما أشرف بيقول البداية خالص في بداية 25 يناير الناس كلها كانت نازلة عشان عايش حرية كرامة اجتماعية. الموضوع ده تقابل بعنف وقابله يوم 28 يناير لو نفتكر كلنا. الأحداث من يوم السبت بتفكرنا بأحداث 28 يناير ويمكن أكتر بكتير. المصريين بيترموا في الزبالة وبصصهم بترمي في الزبالة. المصريين كل الإصابات كلها متجهة للعينين. شباب مصر زي الورد كله مرمي في المستشفيات مش لاقي علاج. ميدان التحرير كله لأول مرة، يمكن ميدان التحرير كان مثال كل الناس كانت بتحتذى بيه في السلميه، المره دي هو ساحه حرب. ساحه حرب ما بين الثوار وما بين وزاره الداخليه اللي بتستخدم غاز غير الغاز اللي كان موجود المره اللي فاتت. غاز اقوى، غاز بيضيق النفس اكتر، ضيق السد، الناس مش عارفه تتنفس. بس المصريين مع كل ده اخترعوا حاجه عشان يقدروا يتعاملوا مع الغاز ده. غير كده الميدان يمكن كان في مستشفى واحده يوم 28 لحد يوم 18 يوم. لكن المرة دي الميدان في كل حتة وانت ماشي بتلاقي فيه حد بيحاول يسعف المصابين. كل خمس دقايق في مصاب، كل خمس دقايق ده غير اسعاف. انا مش عارفة ده لمصلحة مين والعنف ضد مين وعشان خاطر مين. ويمكن كمان شفنا فيديو لاحدى الضباط الداخلية وموجود على اليوتيوب وموجود يمكن كتب في الجرايد ان واحد من الضباط او واحد من العساكر بتوعه بيهنيه ان هو اصاب واحد في عينه. مش عارفة يعني واحنا يهود مثلا ولا ايه بالظبط. زائد كمان انه الدكاتره قالوا انه الطلقات اللي كانت بتصيب المصريين او الثوار كانت طلقات بتخترق، مش زي الطلقات اللي هي كانت يوم 25 او كانت يوم 28 اللي هي كانت بت 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 بتخبط في الجسم وبترد مره ثانيه. لا دي بتخترق وبتطلع من الناحيه الثانيه. واضح ان في استعدادات، وواضح كمان انه في اخطاء كبيره جدا بتحصل زي الاخطاء اللي حصلت قبل كده انه الجهات العليا قاعده في برج عالي ما حدش بيطلع يكلم الناس ولا حتى بيتحاور معاهم. اول فقره
عايز تقول حاجه اشرف؟ سريعا، عندنا النهارده ضيوف مهمين، من ضمنهم طبعا حوالين طبعا الاحداث اللي بتحصل بقى لنا اربع ايام من يوم 18/11. معانا الاستشاري الدكتور ممدوح حمزه الموثق العام للمجلس الوطني، معانا الاستاذ ايمن الصياد رئيس تحرير مجله وجهات نظر عشان نشوف وجهات نظر الاحداث، معانا الاستاذ احمد عيد عضو المكتب التنفيذي لشباب ائتلاف الثوره، والدكتور ايهاب يوسف الخبير الامني. والفقرة الجاية سريعا نبتدي يومنا مع سارة والأستاذ أشرف البربري رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق.